الله الله تسلمي خلي لي يعني شو هالصباح الحلو وشو هالموسيقى الحلوه استاذ سالم سعاده اهلا وسهلا فيك معنا اليوم ببرنامجنا صباحي احلى صباح واهلا وسهلا فيك حضرتك فنان صباحك احلى صباحك حلو خلي حضرتك فنان ومبدع تعزف على اله الفلوت وحاصل صحيح. على اجازه بالتربيه الموسيقيه من الجامعه اللبنانيه صحيح يعني انا كنت دائما اؤمن انه الموسيقى هي اللي بتلعب على المشاعر وهي اللي بتغير المزاج واللي لي يومنا احلى فاليوم صح. حضرتك حليت لنا نهارنا خلي اياك استاذ سالم رح ابتدي معك خبرنا شوي عن اله الفلوت الشرقي ولماذا حضرتك اخترت هيدي الاله عن غيرها من الالات اكيد بعرف انه حضرتك بتعزف على كثير من الالات رح نتطرق رح نتطرق لالون خلال هيدي الفقره ولكن خليني ابتدي معك ليش اخترت هيدي الاله واهميتها اول شي مرحبا يعطيكم الف عافيه بالنسبة للفلوت انا اخترتها بالصدفة، كنت صغير كان عمري تقريبا شي ست سنين وكان الوالد يعزف شوي عليها فانا قشطه اياها وعزفت اللحن اللي كان عم يعزفه. من اول مرة؟ من اول مرة كان يعني لحن هيك بسيط موهوب جدا موهوب ومبدع من من انت وصغير ولكن حصلت على هيدي الموهبة من والدك لأنه هو كان من والدي نعم كان هيك يعزف شوي عليها فمن وقتها بلشوا يهتموا في من انا وصغير وحبيت هالآلة نسبة للوالد يعني وصرنا هيك نعمل حفلات صغيرة نحن يعني وصغار بيرث دايز اشياء مناسبات عمادات شوي شوي تطورت فيها وتعلمتها اها وحضرتك بتعزف على كذا آلة غير يعني غير غير هيدي الآلة فيك تخبرنا شوي أكثر على شو بتعزف وكمان وضعت منهج للأورج للأورج صحيح صح. رح تخبرني شوي عن هيدا المنهج بس خبرني شوي أكثر عن الآلات يلي حضرتك بتتقنها صحيح أنا بعزف بيانو <applause> بفيرتيوزيتي عاليه بعزف جيتار بعزف في فيولون بعزف في الات ايقاعيه دربكي كونجا، جيمبي بانغوس الى اخره كل القصص الايقاعيه يعني وبعزف أورك اكيد بالحفلات يعني عندي اورجات مخصصه للحفلات وفتت بالموسيقى بكل جوانبها يعني صحيح. من انا وصغير كيف قدرت تجمع بين جميع الالات يعني هل في ترابط؟ خبرنا شوي أكثر، كيف قدرت؟ أكثر من قصة الترابط أنا كنت أستهلك وقت كبير بالتمرين، اني يعني كنت أتمرن. من أنت وصغير؟ من أنا وصغير، نعم. وخاصة إنه وقت اللي بلشت أدرس، فتت يعني بالمعهد الوطني لتعليم الموسيقى، نعم وبقيت تسع سنين فيه، ودرست دراسة سولفاج كثير كبيرة، تيوري ميوزيكال، كونتر بوان، أناليز، فوغ، يعني وسعت. فصار عندي المام بسبع مفاتيح موسيقيه نعم وصرت اقرا على كل المفاتيح واتناول الالات واعزف عليها المناهج تبعها آه نعم حضرتك كمان حاصل على او في دراسه للموسيقى الايطاليه الفرنسيه والروسيه صح توزيع خبرنا شوي اكثر نعم عن اهميه التوزيع اهميه التوزيع نعم التوزيع الموسيقي مثل ما بتشوفوا حضرتكم اكيد بالافلام او المسلسلات بيكتبوا الحان وتوزيع فلان او الحان فلان نعم. وتوزيع حدا ثاني التوزيع غير اللحن اللحن هو أكتر. رح نوسع اكثر تكرم عينك هلا الشيء اللي قدمته انا هو لحن تقسيمه لحن نعم التوزيع لما بيكون في اصوات تانية عم تتركب على اللحن اصوات ثانويه سكوندير بتتركب كلها سوا تتكون المقطوعه الموسيقيه هذا الشيء اللي له توزيع نعم يعني تفسيرا اكثر كمان اذا بتحبي بيكون في عنا مثلا الفلوت عم تلعب ممكن هلا حدا يعزف معنا على الاورك شيء اسمه أكورات ائتلافات من حل الدقه اكثر بيجي حدا كمان على الفيولون كمان بيزيد عليها بيجي حدا كمان على قلة الدربكه مثلا توزيع ايقاعي كل هالترابط بيعطينا شيء اسمه المقطوعه الموسيقيه الموزعه نعم الفرق بين التوزيع كوني انا دارس الثلاثه يعني م -م. آه آه حتى كمان دارس نوع اخر من التوزيع هيداك له علاقه بالميكساج وقصص من هالنوع بس الاساسيين هن الروسي والايطالي والفرنسي والفرنسي نعم الفرق انه التوزيع الفرنسي ناعم بيجي اللحن بالاول <applause> وبتتركب عليه الاصوات يلي <applause> هي التو تينورو با... ت... عفوا التو تينور باس سوبرانو الاساسي يمكن ما بعرف اذا بتسمعي فيهم اكيد بالكورالات هذا صوته التو هذا صوته صحيح تينور آه فاللحن بيكون هو الاساسي وبتتركب عليه الاصوات <applause> يعني بترتاح الموسيقى مع اللحن التوزيع الروسي أقسى شوي يعني منوزع بالاول شيء بشكل نوعا ما مبهم وبنستخلص منه اللحن نعم مشان هيك منلاقي الموسيقى الروسية شوي قاسية قاسية نعم. أو قواعدها قوية شوي م -م. آه و وشو كرمال التوزيع الموسيقى الايطالية الايطالية بتجمع بين اثنين يعني ممكن هيك ممكن هيك وفقا لقواعد معينه يعني بتجي بالنص الايطالي طيب هل في فرق بين توزيع الموسيقى الشرقيه عن الموسيقى الغربيه اكيد في فرق مختلفه تماما نحن عندنا بالموسيقى الشرقيه عندنا 152 مقام شرقي دايماً بال... مقامات كثير متفرعه بالموسيقى الشرقيه الموسيقى الشرقيه فيها شيء اسمه الربع صوت الشرقي اللي بنقول له نحن بالحفلات تبعنا التعريب او السلطنه يعني واحد بيكون عم يعزف بيقولوا له سلطنا اها سلطنا على المقام نعم. يعني نحن بدنا ننبسط بالعزف السلطنه هي كلمه شعبيه بس ولكن بالمعنى الموسيقي بالمعنى الموسيقي الشرقي في شيء اسمه ربع صوت شرقي بينزاد على النغمه تنطلع الموال او العزفه مه. الى اخره والمقامات متفرعه كثير 152 مقام شرقي تخيلي نعم. بينما بالغربه في بس مقامين مه. فقط لا غير هيدا فرق كتير كبير بيصير فيه بالتوزيع اكيد اكيد أه هلا المعزوفه اللي سمعناها ببدايه الفقره هي موال شرقي شرقي أه هل ممكن على مقام البيت اها أه ممكن تسمعنا شي غربي تكرم عينك يلا <applause> مون ايه يا ريت يلا يلا الله شكرا استاذ سالم حسب خبرتك ومسيرتك الفنيه قد مهم التعليم الموسيقي للاشخاص ليطوروا من الموهبه اللي بيملكوها صحيح أنا يعني حضرتك تعلمت الموسيقى من عمر ست سنوات ولكن تبعت وكفيت ودرست واخذت اجازه بهيدي بهيد المهنه، قد ايه هيدا الشيء مهم لحتى الواحد يطور من ذاته؟ صارت بالمبدا حاجه اساسيه يعني صارت بتتخطى مسألة أكتيفيتي يعني الموسيقى صارت بكل المدارس بكل المعاهد بعدد كبير من الجامعات الحفلات الإيفنتات المناسبات حتى بتسجيلات استوديو صارت هلأ فيديوهات مواقع التيك توك بالموسيقى نعم. بينعمل لها ماسترينج تنظيف وتزبيط لحتى تنحط على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح بالنسبة لتعليمها هلأ طبعا في ناس موهوبة من هي وصغيرة دوة وفي ناس لا المفترض اثنين يطوروا يعني حتى الموهوب ما لازم يهمل الموهبه لانه بتموت واللي هو كمان منه موهوب ممكن يتلقن هالموهبه مع الوقت يمكن يتاخر اكثر من غيره بس ولكن بيوصل بصير عنده بصير عنده يمكن المال. الاساس صحيح الاساسيات نعم ايه البيزكس صحيح والسبب الاساسي انه الموسيقى قبل ما تكون موهبه هي علم كذلك الامر طبعا يعني أكيد. مبنيه على قواعد معينه، كليات معينه، انترفالات معينه صحيح ابعاد صوتيه فهي تحط ضمن اطار العلم، بس ولكن المميز فيها انه الموهبه يعني بتسقلها اكثر بتعطيها رونق اكبر طبعا فالاثنين بيقدروا يمشوا بس ولكن طبعا اللي هو يمكن ما عنده الموهبه بيتاخر اكثر شوي بس ممكن يوصل اكيد قد مهم الموسيقى لتخلي الانسان عن جد يكون سعيد قد بتاثر على مزاجه برايك طبعا الموسيقى العلاج من العلاجات الاوليه حاليا صحيح حتى صار في شيء اسمه ميوزيكوثيرابي العلاج عبر الموسيقى كيف يعني في انماط معينه من الموسيقى يمكن هلا هذا الشيء اللي هقوله هلا على الشاشه غريب شوي في أه أه حدا صراحه انا ما كنت ناكش اسمه بس أه لفتني المقال نعم <applause> انه الموسيقى الحزينه الجيده هي بتسحب الشحنات السلبيه من الجسم صحيح 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 هذا الشيء جدا غريب كثير كثير الموسيقى آه مثل ما بينقال هي تجعلنا تعساء بشكل افضل صح يعني يمكن اذا انا عندي بحس آه حالي محبط او ماني ماني مبسوط اليوم بسمع موسيقى بحس حالي تغير تغير المود ما انحلت المشكله يمكن يلي عم وجهها ولكن تغير المود صحيح صح صح, 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 صح وبتخلينا فرحين بشكل افضل كمان صحيح من هون أكيد. ومن هون اكيد حتى بتعطي طاقه يعني ليه اليوم لما نروح على ال... يمكن اكيد هلا هذا صار غير موضوع مختلف بنروح على الجيم بحطوا نوع موسيقى معينه صح آه يمكن ايه صحيح صح. وهلا خبرتنا كمان كيف واحد بسلطن صح بيكون في لها مود معين خبرنا شوي عن المنهج اللي, الأور. اللي وضعته للاورك نعم انا وضعت منهجيه لسوق التعليم اللبناني على الاورج نعم بتستغرق هيدي الدوره ثمانية اشهر يعني على كسم دوره بنكون جروب يعني بنعطي اون جروب هلا ممكن واحد ياخذ افرادي كذلك الامر بتتناول فيها او بيتناول فيها المنهج مجمل المقامات الشرقيه اللي بتنعزف عليها الاغاني اللبنانيه من دكه دبكه من مواويل من, من تقاسيم نعم الى اخره وانا كاتب المنهج بايدي يعني وشاغله مقسمه انا عندي كموسيقى تركات عندي على الكمبيوتر نعم وبلقن فيه تلاميذة وكل سنه بخرج عدد من الاورغانيستيه أه. آه بيشتغلوا عندنا هون بالسوق اللبناني أنا. حلو كتير نعم آه و يعني ويعني عم بيكون في خريجين سنويا في تقريبا نعم. تقريبا يعني ممكن اذا واحد مثلا تنقول بدورته في شيء ما كمله نعم. يمكن تاخر شوي عن زملائه ومنزيد له بعد مثلا تنقول شهرين دورة. او ثلاثه ايه وين بتتم يعني بتم العمليه أنا عندي أبارتمنت لتعليم الموسيقى اسمه بالسبتية أها حلو بالسبتية آه نعم مستشفى بيطار حد مستشفى بيطار م -م. آه اليوم شو بتنصح للأشخاص يلي بحسوا أنه عندهم هيدي الموهبة آه كيف بنقدر نشجعهم على أنه يبتدوا ويحققوا هيدا الشيء يعني يحققوا آه الشي الشغف يلي مزروع بزيتهم أوكي. إن كان من موسيقى إن كان من غناء يعني الغناء كمان هو آه له دور كبير من ضمن بالموسيقى الصح. نعم نعم نحن نعتبر الحنجرة هي آلة الموسيقى للمغنى نعم نعم آه تقنيا كل انسان عنده موسيقته اللي بحبها فاول نصيحه لها الاشخاص انه دائما على مسمعكم حطوا الموسيقى اللي بتحبوها تتعودوا على انترفالاتها وابعادها الصوتيه اكيد وبلشوا تعلموا موسيقى أه اسكلوا هالموهبه لالكم لحتى انتم تتقدموا فيها لانه أه كموهبه كتير حلوه صحيح وكشيء بتعبروا اكيد بتقدروا تعبروا اليوم الرسام بعبر برسمه، الكاتب بعبر بكتاب وكمان آه العازف والمغني من بعبر من خلال الحانه طبعا اكيد صح. آه آه بتحب نضيف شيء خاص بالموسيقى معلومه قبل ما نعزف شيء انا بدي اطلب منك انه نعزف بعد شيء نختم فيه هيدي الفقره تكرم عينك تكرم عينك تكرم آه بنضيف بخصوص الموسيقى آه نحن بننصح مننصح اللي بدهم هن يتابعوا بمهنة الموسيقى أو بموهبة الموسيقى آه يجربوا ياخذوا من بعضهم، يعني مثلا هيدي نصيحة شوي حبيت أقولها هيك، إذا حدا عنده جاره مثلا بيعزف آلة، <applause> أوكي؟ نعم آه يتأقلم مع جاره بهالآلة، مثلا حدا تنقول عندي أنا بيعزف في فيولون، شاف جاره بيعزف أورج، يجرب يركب مقطوعة موسيقية هوية ولو انه كانت عفويه نعم. حدا جاره على او قرابته يعملوا جروبات بين بعضهم ويلتهوا بموضوع الموسيقى بين بعضهم احسن ما يلتهوا بشيء ثاني. اها عندي سؤال كيف كيف هو الترابط الموسيقي بين الـ الالات الوتريه والالات يلي بتكون النفخ. بطريقه النفخ نعم يس الالات الوتريه هي الآلات بتعطي شيء اسمه ليجاتو يعني المد يعني تنقول مثلا الفيولون اللي هي سيده الالات الوتريه نعم بلا زغرة بكل الالات يعني اكيد بس تسحب الأرشي على الفيولون هالمادة اوكي من إلا ليجاتو بتستوعب جمل موسيقية أكبر آلات آه النفخ استكاتو أطش يعني ننقر نقر تطلع النوتة مع بعضهم بيعملوا شيء كثير حلو حتى في آلات وترية كمان نقر مثل العود مثلا وفيها علاجات كذلك الامر اي برايك من اصعب الالات يلي بتقدر تكتسب عليها خبره يمكن تتعلم على هيدي الاله برايك هي أجمع هي اصعب اله للحقيقه على الاطلاق هي الفيولون م -م. لانه أبعادها الصوتيه كثير دقيقه والربع الصوت فيها كثير دقيق خاصه بالشرقي نعم. هي اصعب اله ف وبتجي من بعدها الالات بالتدرج وبتاخذ وقت لحتى اللي نقدر نكسب خبره فيها الفيولون يعني قد ايه, ايه؟ أدي وقت تقريبا؟ قد ايه وقت هلا مثل مثل كل الالات بتاخذ وقت بس بتاخذ وقت شوي زياده اذا واحد بده هنا اوكي بس بترجع كمان للعازف وموهبته <applause> يعني مثلا انا في عندي تلاميذ على الفيولون ما شاء الله مقلعين دغري يعني يعني من من اول الطريق في تلاميذ بياخذوا شويه وقت نعم. حسب كل شخص وقدرته اكيد أه بتحب تسمعنا شيء تنخدم فيه هيدي الفقره يلا اوكي أه... أه... ليله حب ليله حب قسم منا يلا اوكي اكيد لانه هي طويله يلا اكيد Alla. شكرا لك يعطيك الف عافيه الله شكرا لك آه. شكرا لهالفن الجميل ولهالابداع والله يقويك اكيد واكيد نحن بنشجع كل الاشخاص يلي بحسوا انه عندهم موهبه او اذن موسيقيه حلو انكم تروحوا تتعلموا او تعملوا شيء انتم بتحبوه أكيد. صحيح أكيد. شكرا لك واكيد رح نتابع معك كل الاشياء يلي حضرتك رح تقوم فيها لهن له نحن بدنا نودع شكراً. مشاهدينا وصلنا لاخر فقرتنا اليوم لكن ترقب... ولكن ترقبونا الاسبوع الجاي بحلقات جديده وفقرات جديده باي باي